كان مشاهدي قناة سامراء الفضائية، وياكم دكتورة نور المداوي بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان. اليوم راح نتكلم عن كيفية الاهتمام والعناية بأسنان الأطفال. كنا نعرف أنه أسنان الأطفال العناية بها مهمة بقدر اعتنائنا بأسناننا كبالغين، ويمكن أهم. أكثر سؤال يجينا أنه شو وقت أقدر أبدي أعتني بأسنان طفلي؟ الحقيقة من أول ما ولادة الطفل وابتداء بالرضاعة، سواء كانت الطبيعية والصناعية، لازم نحافظ على صحة الفم واللسان كونه لا يملك أي سن. أول شيء راح نسويه أنه لازم نحرص أن الطفل يحصل على ولو جرعة بسيطة من الماء بعد كل عملية رضاعة، حتى ننظف بقايا الحليب أو الخمائر الموجودة من الالتصاق على سطح اللسان أو الأنسجة الفموية. بعد ظهور أول سن لبني راح نبدأ ننظف هذا السن باستخدام قطعة مبللة من القماش أو الشاش، من القطن أو الشاش، نمسح السطح الخارجي للسن واللسان كذلك. بعد ظهور الأسنان اللبنية داخل الفم لازم نحرص على زيارة دورية لطبيب الأسنان لهواية أسباب. أولها هو كسر حاجز الخوف بين الطفل والطبيب، واللي هو هاي أهم نقطة لازم نحصل عليها. بعدها لازم نحرص على أنه مراجعة دورية حتى نضمن أنه معالجة أول ظهور لأي تسوس على السن، وكذلك تعليم الطفل على كيفية اهتمام وطريقة التفريش الصحيحة. ممكن للأهل أن يستعينون بأفلام الموجودة على اليوتيوب، أفلام الرسوم المتحركة، الكارتونز والأنيميشنز اللي ممكن تساعد الطفل وتحببه وتشجعه على عملية تفريج الأسنان. بالنسبة للأسنان الدائمية طبعا لازم نحرص أنه مع ظهور الأسنان الدائمية نتناقش مع الطبيب حول إمكانية الحصول على نوع معين من الحشوات اللي تقلل لنا أو تمنع لنا ظهور التسوس بالأسنان الدائمية. كذلك أثناء فترة ظهور الأسنان اللبنية ممكن نحرص على أخذ جرعات الفلورايد اللي يستخدمها الطبيب داخل العيادة، اللي أيضا تقلل لنا من ظهور التسوس على الأسنان. شكرا لكم، نلتقيكم إن شاء الله بفقرة قادمة.